ان في مصر طابورا من المنتفعين يستطيعون ان يؤلهوا اي حاكم. ولو ان النكسة تأخرت 3 سنوات لألهنا صلاح نصر وزير المخابرات. فقد كتب احد اصحاب الاقلام في جريدة يومية يخاطب صلاح نصر يومها ويقول انه الرجل الذي تكلأنا عينه ونحن نيام، انه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. تكلأنا عينه، ترعانا عينه، تحفظنا عينه، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فماذا بقي لله؟ ماذا بقي لله يا صاحب القلم؟ ماذا بقي لله يا صاحب الالم؟ ماذا بقي لله يا من نسيت الله؟ والذي كتب هذا ايام ذلك هو الذي يكتب الان ويكيل المديح الان. التاريخ هو التاريخ، والنفوس هي النفوس، والقلوب هي القلوب. لو كان هناك من يقول اشيروا علي ايها الناس ما حل بنا ما حل من البلاء، وما جاءت النكسة الا انتقاما من الله لهؤلاء الظالمين، لهؤلاء الذين ضربوا الابرياء بقنابل المظالم وسجنوا المظلومين وشردوهم وعذبوهم وسفكوا دماءهم وهتكوا اعراض نسائهم. لو كان هناك من يقول اشيروا علي ايها الناس، ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء لم يمنح الحرية من عنده، انما جعلها هبة خالصة من الله.